يتعلق في موضوع جثمين شهداء القدس استمرارا للمراسلات التي تمت منذ أول شهيد سقط وأضيف إليه شهداء آخرين. تمت العديد من المراسلات، ما يزيد عن 80 مراسلة مع المستشار القضائي للشرطة وللحكومي وللوزير الأمن الداخلي، وأكثر من 10 التماسات مصغرة قدمت، بالإضافة إلى الجهود الشعبية اللي بذلت والسياسية، ما هو معلوم وما هو غير معلوم. وصلنا إلى نتيجة كما ذكرنا في السابق وكما ذكر بالبيان اللي صدر منذ يوم الخميس، بأن هناك تبلور قرار إيجابي بتسليم الجثمين. اليوم تبلغت بأن هناك قرار نهائي بتسليم الجثمين بما فيها جثمين القدس. بقي علينا مرحلة تحديد شروط التسليم إن كانت هناك شروط. بالإضافة لذلك كان القرار صائب بعدم التوجه للمحكمة العليا، ولم يتم التوجه من أي طرف من قبل شهداء القدس للمحكمة العليا، وكل ما يذكر غير ذلك هو غير صحيح. أنا بحسب رأيي يجب أن يوجه شكر لكل من بذل جهد، ولكن ليس لمن يقول أنه قدم استئنافات ونتيجة الاستئنافات اللي قدمها تم إعادة الجثمين أو اتخاذ قرار بإعادتها. لم يقدم أي استئناف لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بجثمين شهداء القدس.